ونذهب إلى استطلاع الظهيرة. سألنا الناس عن أسباب عزوف الشباب عن الزواج وتأخر سن الزواج. نشاهد. مرحبا بكل متابعي برنامج ظهيرة الجمعة. اليوم احنا وياكم راح نروح حتى نستعرض ونستطلع آراء الشارع البصري حول ظاهرة جدا مهمة، وهذه الظاهرة انتشرت في وقتنا الحاضر، ظاهرة العزوف عن الزواج وامتناع الشباب عن الزواج. شنو هي الأسباب اللي خلتهم يمتنعون أو يرفضون الزواج، وشنو هي المعوقات ممكن اللي صادفتهم لتحقيق رغباتهم وطموحاتهم في هذا الجانب؟ خليكم وياكم. أكو أسباب، أولاً الحالة المادية مال أغلبية الناس تعبانة، وأكو عدم توافق بين الطرفين، أو يتقدم الابن ويا الأم أو الأب، بالعكس الطرف الثاني ما يقبل، أكو حب من طرف واحد يجي شيء يعني. طيب أكو أسباب، ممكن الأسباب المادية هي اللي خلت معظم الشباب يعني ما يخطون هذه الخطوة. صحيح صحيح، أغلب يعني إذا واحد ما كان ما عنده أو وضع المادي تعبان أو قاعد إيجار، شلون راح يقدر يوافق بين زواجه؟ زين اذا تروح مثلا تتقدم على واحده راح تطلب فتشي يعني مهر او اهل او يعني ما شاء الله. حضرتك متزوج ولا لا؟ انا لا مو متزوج. شنو سبب امتناعك لحد الان عن الزواج؟ احب اكون مستقل. ما تحب مرة شك في حياتك؟ مو هسه يعني بعد. بعد. انت متمكن ماديا ما تريد تتزوج؟ اي متمكن. الى اي وقت ممكن تفكر انه تتزوج؟ يعني ان شاء الله بالمستقبل. يعني بعد فترة يعني سنة. صعب؟ الاختيار صعب حيل، أصعب شيء هو الاختيار. ممكن أكو بعض المسببات اللي ساعدت عزوف الشباب أو امتناع الشباب عن الزواج، منها يعني ممكن من ضمن هذه المسببات شنو رأيك؟ والله التطورات اللي صارت هسه، مثل المواقع الاجتماعية، الفيسبوك، الويتشات، هاي اللي على جهاز التليفون، هي أثرت على الزواج هسه. يعني خلت الشباب ما يزوجون؟ خلت الشباب ما يزوجون لأن جاي يكونون علاقات خلال هاي المواقع الاجتماعية، فالتهوا الشباب هاي الأمور. ممكن يعني تكوين علاقة من بعدها أنه تتكلل بزواج؟ إي هاي أكيد أكو يعني نادر ما يصير، بس الأكثرية الشباب جاي ياخذونها للتسلية، فجاي تتأخر الشباب بالزواج لأنه جاي يلقون أكو شيء بديل. هاي من الأسباب الرئيسية هسه بالوقت الحاضر. أكو أسباب ومسببات لعزوف الشباب وامتناع الشباب عن الزواج، برأيك واحدة من هذه الأسباب شنو؟ أكو بعض الأسباب، واحدة من هذه الأسباب التعيين، أن الشاب يطلب تعيين ما يلقى في هذا الوقت تعيين. ممكن شغل خاص يعني أو شغل هذا الشغل الحر يعني إذا لا الشغل يعني. الحر موجود بس ما يقدر يعني يقدر مثل ما يقول كون نفسه، حتى يعني تعرف هسه المهر البنت في هذا يعني 5 ملايين 10 ملايين يطلبون عليه، وما يقدر يعني بهذا المبلغ يقدر يستطيع يتزوج. طيب شكرا لرأيك. ننتقل إلى مواطن آخر حتى نتعرف من خلال أيضا عن أسباب امتناع الشباب عن الزواج. مرحبا بك. أهلا وسهلا. يا حبذا لو نتعرف أكثر عن سبب آخر، الشباب ليش ما يعني أصلا ممتنعين عن الزواج؟ ليش رافضين فكرة الزواج؟ فكرة الزواج رافضينها الشباب، تعيينات ماكو. بالنسبة إذا ماكو تعيين أقدر الشاب يكون نفسه ويتزوج ويفتح بيته وزرة. هسه إذا على سبيل المثال إذا بشر أبسط شاب يتقدم يخطب له بنية، أول ما يجي 5 ملايين الإعداد مالها، زين غايبة شقد؟ غرفتها بيش؟ صيغتها بيش؟ البشر يتجبجب من هذا الشيء. زين إذا هو اكو تعيين موظف يقدر يتزوج ويقدر يفتح له أسرة وبيت وتمشي الأمور طبيعية. أشكرك، شكرا لك. ننتقل إلى شخص آخر حتى نتعرف من خلاله عن موضوعنا اليوم، عزوف الشباب عن الزواج. مرحبا بك حبيبي، حياك الله. سبب آخر، هناك أسباب كثيرة
من ضمنها برأيك أنت يعني شنو الأسباب اللي أدت إلى عزوف الشباب وامتناعهم عن الزواج أصلاً حتى بتمكن الشاب؟ والله أعرف يعني هواي أصدقاء عندي هواي شباب أعرفهم يقول لك أنا وضعية العراق ما مستقرة حالياً، يقول لك أنا جمع لي كم فلس وأطلع غير دولة هناك أستقر بها أخذ الجنسية جوز أتعرف لي على ابنية أو عائلة عراقية هناك عايشة أتزوج هناك، والعراق تعرف أنت وضعيته تعبانة وثاني شيء يعني التعيينات ما موجودة وشباب كلها تعبانة وتريد شغل وتريد، فيقول لك أنا علي ما ضل هنا أروح هناك أقلها بلد يعني أمان موجود وأتزوج هناك وأحسن أستقر. أولا الشباب يعاني من البطالة، فما معقولة يعني شاب يتزوج وهو ما عنده عمل، يعني شون عائلة تريد من يعيلها، يعني هو بس مو راح يتزوج، راح يتزوج راح يصير عنده أطفال والأطفال تريد والزوجة تريد، فيشوفها يعني صعبة خطية. وهذه في الظاهرة كلش أكو من الشباب لا يريد يهاجر، هسه أكثر الشباب يريد يهاجر، يعني ما يفكر ببناء بلد، ما يفكر بأطفال، ما يفكر بعائلة. والله إحنا بناتنا هسه يعني ما يقبلن بالقليل للأسف، بس إحنا شنو إحنا نقول ندور إن شاب يعني ابن عائلة وأخلاقه طيبة، هو هذا الريدة أي هذا هو أساس تكوين أي مجتمع، يعني هو الشخص الصالح. لبرنامج ظهيرة الجمعة إبراهيم الغانم البصرة.